يعتبر التعامل الخاطئ مع الأدوية وأخذها بجرعات كبيرة أو في طرق مختلفة عن الموصى فيها طبيا هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التسمم الدوائي. راح نتحدث عنه اليوم في الإسعاف الأول وطرق تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بالتسمم الدوائي مع الدكتورة نور داوود أخصائية الطب العام. راح نتحدث معها عن هذا الموضوع. مرحبا دكتورة نور. أهلاً. دكتورة نور، كيف نعرف أنه أصبنا بتسمم دوائي؟ أوكي، هلأ في عدة طرق أنه نقدر نميز تسمم دوائي أو لا، بس من أهم الأشياء هو عندما يتناول الشخص جرعات زائدة من الدواء إما بقصد أو من غير قصد، مثل الأطفال أو كبار السن لما يكونوا بينسوا إنهم أخذوا الحبة أو ما أخذوها فيلجأوا إنهم يأخذوا حبوب زائدة في أوقات متقاربة. نقول أوقات متقاربة، مزبوط. وبرضه بنفس الوقت إنه لما نأخذ إحنا الدواء من غير التعليمات أو بعكس التعليمات والإرشادات اللي إحنا وصينا عليها، ففي بعض الأحيان إحنا صعب إنه نتعرف على التسمم الدوائي في لحظتها، لأنه بعض الأعراض قد تظهر في نفس وقت تناول الدواء في كميات كبيرة، أو أنه قد يحصل الأعراض خلال دقائق أو ساعات أو حتى على المدى الطويل. الآن المصاب بالتسمم الدوائي نحكي بأنه من الصعوبة بأنه نجري له إسعافات أولية في المنزل، فبالتالي يتم الاتصال بفرق الإسعاف الطبي. شو بتسووا أنتم في قسم الطوارئ مباشرة لما يجيكم المصاب بالتسمم الدوائي؟ بقسم الطوارئ مباشرة إحنا بناخذ المريض لغرفة الإنعاش، نفحصه، نعرف شو الأعراض اللي هو جاي فيها، وبنفس الوقت إحنا بنسأل شو هو الدواء اللي تم تناوله. فعشان هيك كتير مهم إنه إحنا الأهل المريض ياخدوا علبة الدواء أو إنه شريط الدواء معهم إلى الطوارئ حتى الطبيب يقدر إنه يتعرف عليه ويعرف شو يعمل، لأنه في بعض الأحيان في عنا مضادات أو أنتيدوتس إحنا بنسميهم لحتى يعكسوا الآثار الجانبية لهذا الدواء. وكمان بنفس الوقت متى تم تناول هذا الدواء برضه مهم في التصرف، يعني اللي ماخذ قبل ساعة غير على اللي ماخذ قبل ربع ساعة أو قبل دقائق. مزبوط مزبوط. إذا كان خلال نص ساعة إلى ساعة إحنا بنقدر نعمل إشي اسمه غسيل المعدة. غسيل المعدة يتم من خلال أنبوب يدخل من طريق الأنف إلى المعدة، بعدين مندخل فيه مواد أو إنه سائل يتم فيه غسل المعدة من هذا الدواء. أما إذا كان في وقت متأخر يعني أكثر من ساعة فإحنا بنعطي إشي اسمه فحم منشط. الفحم المنشط من خاصيته إنه هو بقدر إنه يلتصق فيه المواد السامة حتى تخرج مع البراز. هذا خلال 4 ساعات. أما أكثر من 4 ساعات فيتم المراقبة والتعامل مع الأعراض حسب خاف إنه الأعراض والحالة تتفاقم ويكون الدواء أخذ مفعوله. نعم بالضبط. فبهاي الحالة إنه إحنا لازم ندخل المريض إلى المستشفى بعدين نبلش يعني نعالج الأعراض واحدة واحدة. وبنفس الوقت حسب بعد مغادرته من عندكم في توصيات معينة بتعطوها للمريض؟ نعم أكيد. بعد المغادرة أو حتى قبل ما يغادر المريض إحنا لازم إذا كان طفل أكيد بدنا نوصي أهله أو نعمل توعية للأهل كيف يتصرفوا مع هاي الحالة، كيف إنه لازم يبعدوا الأدوية عن متناول الأطفال. أما إذا كان شخص بالغ بالعمر أو نحكي كبير لازم إحنا يعني نفهم أو نحاول نعرف هو ليش أخذ هدول الأدوية في كمية إذا كان فيه أي ملابسات. نعم. هذا المهم. نعم. دكتورة هذا أما المهم. مثلاً توصيات أعتقد ممكن تكون مثل إكثار من شرب السوائل وغيرها لأنه أجريتوا له غسيل للمعدة. أكيد أكيد هذا الشيء، بالإضافة إلى الأدوية اللي إحنا عطينا إياهم لحتى نقدر نتحكم في هاي الأعراض. وبنفس الوقت برضو إحنا بنعمل توصية للدواء المتناول للشخص للمريض ممكن يكون هو بتناوله بشكل خاطئ، يعني هو الدواء الصحيح بس بشكل خاطئ. هو بالنهاية لابد من أنكم كفريق طبي تقعدوا مع المريض وتفهموا شو هي الأسباب اللي دفعته لتناول هذه الأدوية، هل هي قصدية أم غير قصدية، والملابسات ممكن تقف على هذه الحالة. كل الشكر لك دكتورة نور داوود أخصائية الطب العام. شكرا على المعلومات شكرا اللي قدمتيها في التسمم الدوائي.